خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جو تايم. هاد الفيديو ان شاء الله غادي يكون فيديو اسطوري، غادي نحاولوا نضربوا اطول مسافه ممكنه بالسكوتر الكهربائي بشحنه واحده بشارج وحده. غادي نحاولوا نمشيو من مدينه سلا نحو مدينه الهروره بطبيعه الحال مرورا عبر مدينه الرباط في الطريق الساحليه. فما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تخليوا التعليق ديالكم، تطرحوا الاسئله ديالكم، طرحوا الاقتراحات ديالكم بالنسبه للفيديوهات القادمه ان شاء الله، وتخليوا واحد لايك وتبارطاجوا الفيديو مع الناس اللي مهتمين بالسكوتر الكهربائي وكذلك الجوالات في مدينه الرباط وسلا. فهذه تذكير قناه جو تايم، قناه خاصه بالسكوتر الكهربائي، كنديروا فيها مجموعه من الفيديوهات كنبينوا السلبيات والايجابيات ديال السكوتر الكهربائي، كذلك كنديروا جولات في مدينه الرباط وسلا والمدن المجاوره باش نبينوا السكوتر الكهربائي بطريقه عمليه في الطريق كيفاش دايره، ونصائح باش انكم تحافظوا على السكوتر الكهربائي ديالكم. وإلى شي واحد مهتم بانه يشري السكوتر الكهربائي فانه غادي يلقى جميع المعلومات الكافيه. فما تنساوش تشتركوا معنا وشكرا لكم. فانطلقنا على بركة الله، ومع اقتراب موسم الأمطار فصل الشتاء قررت أنني ندير الإعادة ديال واحد التجربة كنت درتها شحال هادي، وهي نحاول ندير أطول مسافة ممكنة بالسكوتر الكهربائي في شحنة واحدة. السكوتر الكهربائي اللي خدام به دابا حاليا هو شاومي برو 2، والشركة ديال شاومي كتقول بلي المسافة القصوى اللي كيضرب السكوتر الكهربائي أي لوطونومي ديالو هي 45 كيلومتر بشحنة واحدة. فكنت قررت انني ندير التجربه، ولكن اللي حصلت عليه بطريقه عمليه هو انني ضربت غير 22 كيلومتر فقط من اصل 45. ف 22 رقم بسيط للغايه، وديك الساعه كان طلع لي الدم عجبنيش الحال، كيفاش انه الشركه كتقول 45 كيلومتر وانا يلا وصلت 22؟ زعما حاجه ماشي نورمال، يا اما المشكله في الباتري يا اما المشكله في السكوتر الكهربائي، اولا ما كنتش عارف كيفاش نصوب. فهذيك التجربه وثقتها على شكل فيديو، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف اللي بغى يعاود يشوفها. فمع تولي الايام بديت كنفكر، جلست مع راسي وكنقول 22 من الاصل 45 اللي ضربت بالسكوتر الكهربائي، واش كما تقول تفاد السكوتر ماشي الفيرسون الاصليه، كما شي بروبليم كاين في الباتري، كما السكوتر فيه شي مشكله، كيفاش هاد القضيه، كيفاش هاد البلان؟ وقلت مع راسي علاش ما ناخذش الكتيب نقراه ونشوف لعل وعسى يكون شي جواب ديال التساؤل ديالي. وفعلا لقيت شركه شاومي شارحه بالتفصيل كيفاش هي حصلت على 45 كيلومتر في المسافه القصوى لوطونومي، ماشي كيفاش حنا غادي نحصلوا عليها، ولكن كيفاش هي حصلت عليها في التجربه اللي درت. والشرح كالاتي، قالك خداو شخص كيوزن 75 كيلوغرام، حطوه في طريق مستوية تماما، ما كاين لا عقبة لا طلوع لا هبوط لا دودان لا فيروج كسيري وفراني لا حتى شي حاجة، وقالوا له سير بسرعة 15 كيلومتر في الساعة تتوصل. فهاد لي تخوا كونديسيون اللي عطاونا ديال 75 كيلوغرام 15 كيلومتر في الساعة وطريق مستوية، يستحيل اننا نحققوها في الحياة الواقعية. يقدر يكون شي واحد فينا كيوزن 75 كيلوغرام نقدروا نمشيو بطبيعه الحال ب 15 كيلومتر في الساعه، ولكن القضيه ديال طلوع الهبوط العقبه الفروج الى اخره، هذه يستحيل اننا نحققوها في الطريق الواقعيه، عليها اغلبيه ما كيوصلوش ل 45 كيلومتر في المسافه القصوى، الا داروا شي تعديل على البطاريه، زادوا شي بطاريه اخرى الى اخره. ما حنا دابا كنهضروا حنا على السكوتر الكهربائي العادي ما فيه لا تعديل لا حتى شي حاجه، عليها ديك الساعه بدات جربت مع التجربه اللي كنت جربت في الاول، وفهمت عاد فهمت علاش ديك 22 كيلومتر وصلت ليها على عكس 45 اللي كنت متوقعه، حيت كنت غادي عندها بسرعه 25 كيلومتر في الساعه، والطريق كامله في العقابي وطلوع الهبوط وفيها لي فيروج خاصني فراني وعشاني كنكسيري، والاكسيليراسيون راه كتستهلك شويه الباتري حيت كتكون واقف في حاله جمود، والسكوتر الكهربائي كيبذل مجهود باش انه يحركك، عليها في الاكسيليراسيون كيكون واحد الاستهلاك ديال الباتري، عكس فاش كتكون غادي بطريقه عاديه كتجلسي ديك الساعه كتكون واحد الاستهلاك متوسط ماشي مرتفع بحال فاش كتكون يلا اكسيليريتي. وعاد الوزن حتى هو ما فياش انا 75 كيلوغرام بطبيعه الحال،
والطريق راه ما كانتش مستوي كما قلت لكم. فلذلك قررت انني بعد ما تعلمت هذه المعلومات نعاود التجربه مره اخرى ونشوف السكوتر الكهربائي شاومي بروتو واش غادي يوصلني، واش غادي يفوتني ديك 22 كيلومتر او موا هذاك الريكور، هذاك الرقم القياسي اللي حطمت في الاول ديال 22 واش نقدر نحطمو وندير شي رقم قياسي واحد اخر. فهداك الشيء اللي كنت ناوي ندير، وبديت من مدينه سالا انطلاقا من باب مراسا نحو الكورنيش ديال مدينه الرباط والطريق الساحلي، حيت هذيك هي اقرب بلاصه ليا اللي فيها طريق شبه مستويه. الكورنيش الساحلي ديال مدينه الرباط فراه فيه شي شويه العقابي، مي ماشي شي عقابي اللي قاصحين اللي يقدروا يخسروا لنا التجربه ديالنا. بدات الرحله ديالي كما العاده انطلاقا من مدينه سلا بالتحديد باب مريصة، وتوجهت نحو مدينه الرباط. مشيت للمارينا ديال الرباط من جهه قصبه الأودايا، فديك البلاصه اللي حدا الباطو اللي كتطل بدورها على المارينا ديال سلا. وتما وقفت السكوتر الكهربائي ديالي كنشوف الدنيا كيفاش دايره، وفي نفس الوقت خديت واحد التصويرات وفيديوهات للسكوتر الكهربائي شاومي بروتو. My girl, if I'm everywhere, yeah. There's a story that I wanna tell you about. It's a story for another day. I've never felt like it doesn't matter what you do, you could never put me. I've never felt like it doesn't matter what you do, you could never put me. Okay. When you look at me now, you can see me smiling, smiling. Back in the days when you saw me, I was balling, balling on my eyes. I wonder why. Look at me, I'm balling now, I'm balling in the grace of my life. ومورها كملت الطريق ديالي نحو الطريق الساحلية ديال مدينة الرباط. بطبيعة الحال بسرعة ما كنتجاوز شيء ل 15 أو 16 كيلومتر في الساعة. إلا كانت الطريق منحدرة أي هبطة، فديك الساعة الجاذبية هي اللي كتزيد تسرع من السرعة السكوتر الكهربائي، فما كاينش مشكل في الهبطة، ما كاين حتى شي مشكل في الطريق مستوية او في شي طلعة خفيفة. ديك الساعة ما تفوت شي 15 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال العقبة ديال الودايا ما مشيتش بها وانا راكب، نزلت من السكوتر الكهربائي وبقيت دافع حتى وصلت للقمة، وديك الساعة ركبت. وهذيك المسافة ديال من بداية العقبة حتى النهاية ديالها حيدتها من الحساب ديال المسافة الاجماليه اللي هي غير واحد البضع امتار قليله اللي تمشيتها. فاش كنفوتو قصبه الودايا والبحر ديال الرباط كنوصلوا في الطريق لواحد المعلمه تاريخيه كتسمى البرج الكبير او برج الكبير، عنده اسماء اخرى وهو لو فور غوتنبورغ و لو فور ايرفي. غوتنبورغ هي السميه ديال واحد المهندس الماني اللي هو اللي في الاصل بنى هذا البرج، وفاش جا الاستعمار الفرنسي ديك الساعه بدلو السميه لو فور ايرفي، ولكن الاسم الاصلي ديالو هو برج الكبير. هذه معروفه عند الناس ديال المنطقه، ومعروفه هذه المعلمه بواحد المدافع طويله وكبيره، مدافع المانيه كاينه في البوابه ديالو. حاليا حولوا هذا البرج لواحد المتحف فوتوغرافي كيعرضوا فيه مختلف الصور الفوتوغرافيه ديال المصورين المغاربه. بالجانب ديالو كاين ملاعب القرب اللي حاليا كيصلحوا فيها وكينستاليو معدات جديدة باش الساكنة ديال مدينة الرباط خصوصا الناس ديال لوسيو يقدروا يمشيو ترينيو تما ويستمتعوا بالمنطقة. فأنا مازال غادي بسرعة ديال 15 كيلومتر في الساعة بسرعة ثابتة، نقدر نزيكزاكي تهبط لي لواحد 14 ولا 13 فاش تكون شي طلعة خفيفة، ولا تزيد ل 16 17 إلا كانت شي هبطة، ولكن في لاموايان راني غادي ب 15 كيلومتر في الساعة باش الموتور حتى هو كيمشي بواحد السرعة ثابتة وكيدير واحد الجهد اللي هو ثابت، ماشي على غفلاته كتكسيري باش كيطلع وكيزيد يستنزف البطارية. فكما كتشوفو الطريق الساحلية لا غوت كوتيير ديال مدينة الرباط، فهي طريق جد جد جميلة، طريق مبهجة ومتسعة ومفوجة. سواء تمشي في الصباح في وسط النهار في العشية ديما كتلقى عندها واحد لو شارم ديال هاديك الوقيتة ديالها بوحديتها.
والطريق حتى هي نيلو، الطريق ما فيهاش الحفاري بزاف، ما فيهاش طلوع الهبوط، واحد الطريق اللي نقدروا نقولوا شبه بارفيت. فاش قربت جيت اقامه الصباح وقفت في الجانب ديال الطريق باش ناخذ شي تصويرات وفيديوهات للسكوتر الكهربائي بطبيعة الحال. او مورا فساليت الشوتينغ ديال السكوتر الكهربائي ديك الساعه ثاني شديت الطريق. الشمس ديك الساعه كانت فوق مني نيشان، كانت الوحده ديال النهار وكان الصاد، ولكن المشكله اللي واجهت هو الحشرات. الحشرات كانت ديك الساعه في واحد النشاط مفرط، وما عرف كي كتجي حتى كتجي عندي. انا غادي في الطريق راكب كتجي كتلصق، والمشكله كتقرصك، ماشي غير كتلصق وصافي، كتجي كتقرصك. ومورا بواحد 3 ايام راه ما نقولش ما نعاودش لكم كيفاش وليت. الصراحه الطريق مبهجه وجميله وشبه مستويه كما شرحت لكم في الاول. فكما كتشوفوا فهي طريق طويله، وفاش كتمشي نيشان الطريق كتادي لمدينه الدار البيضاء بطبيعه الحال، مرورا بمدينه الهروره، الصخيرات، بوزنيقة، المحمديه الى اخره. فكنت خيل راسي الا كنت انا غادي نمشي للدار البيضاء بالسكوتر الكهربائي، فمن غير القضيه ديال ان الباتري ما غاديش توصلني، ما غير زعما نتخيل فشحال ديال الوقت غادي نضرب باش نمشي بالسكوتر الكهربائي. في الطوموبيل راه كتضرب واحد المسافه واحد المده طويله، السكوتر الكهربائي راه يدوز نهار كامل. وعاد القضيه ديال رجلي بدات كتعيا، ضربت ساعه ديال الطريق وانا واقف. وفاش كتكون واقف راه واقف في بلاصه وحده، راه ما عندك شيء، البلاصه فين يمكن لك تحرك باش ترتاح باش تسرح رجليك، واقف لمده ساعه كامله باش يلا وصلت لهاد البلاصه. رجليك كتولي راه كتحرقك. فكملت الطريق وانا كندعي يا ربي غنفوت مدينه الرباط، يا ربي غنفوت مدينه الرباط، واخا غير بعض المترات قليله ويبقى لي الجهد في الباتري باش يمكن لي ندير الدوميتور ونرجع من ما جيت باش نكمل هاد اقصى مسافه بالسكوتر الكهربائي بسلام. واذا هي كتبان لي مدينه الهروره من بعيد، الملامح ديالها كتبان لي ديال الديور ديال الفيليت اللي كاين تما، ديال البحر حتى هو كيفاش داير. ديك الساعه الطريق راكم عارفين الطريق ديال الهروره كيفاش دايره، كتكون هابطه موراها كتولي واحد العقبه خفيفه. فحافظت على السرعه ديالي بطبيعة الحال بسرعة ديال ما بين 14 و 15 كيلومتر في الساعة، وبقيت غادي توصلت للرون بوان اللي فيه الجدار ميلا تما، فين حطيت السكوتر الكهربائي ديالي. وقفت باش من الباتري ترتاح باش ما تسخنش بزاف، وباش انا ناخد واحد الصورات وش فيديوهات خفاف عاوتاني السكوتر الكهربائي. وأول حاجة اللي فاجأتني في مدينة الهروهرة هو أنه الطرقات ديالها تم إعادة بناؤها. فاش حال هذه ما دزت أنا الهروهرة وبقي عقل على داك الشنطيات القدام وداك الشيء مزحم شي شوية والحفاري، ولكن تبارك الله وصلنا بي فخدموها مزيان. وخذوا بعين الاعتبار الطريق ديال الدراجات الهوائية اللي ضمنيا حتى هي صالحة للسكوتر الكهربائي، فهي دار واحد الطريق ملائمة جدا للسكوتر الكهربائي اللي هي الطريق اللي اللون ديالها احمر. فعجبتني مدينة الهروهرة والشوارع ديالها الواسعة والنظيفة، دايرة بحال شي حومة في ميريكان، الحومات اللي كيكونوا في الطواحي ديال المدن الامريكية وبحال ديك ستيل. واهم حاجة اللي عجبتني هو انهم فكروا في الناس اللي كيستخدموا الدراجات الهوائية بطبيعة الحال السكوتر الكهربائية الى اخره،
باش اننا نقدروا نتمشاو تما بسلام ما كاين حتى شي مشكل. وكنتمنى ان التصميم يتعمم في مدينه الرباط وسهله. كاين بعض المناطق القليله اللي في الرباط وسهله فيهم هذه القضيه، مي كنتمنى ان تتعمم في المدينتين كامله في جميع الشوارع وجميع الازقه ان شاء الله. واحد المعلومه بسيطه، يقال والله اعلم ان الاسم ديال مدينه الهروره تم الاشتقاق ديالو من الصوت ديال المياه وديال لي غويصو اللي كاينين تما ديال البحر والامواج المتلاطمه، والله اعلم. فكانت ديال الفقره ديال المعلومه اللي ما غاديش تفيدكم، نكملوا الرحله ديالنا. فكملت الطريق ديالي في مدينه الهروره، مره كنكون غادي في التروطوار في الطريق المخصصه للدراجات الهوائيه، مرة كنكون غادي في الشانطي في البلاصة اللي ما فيهاش الطريق ديال الدراجات الهوائية. فحيت في الطريق دايرين بلاكات باللي انتردي على الدراجات الهوائية وضمنيا السكوتر الكهربائي وغيرهما انهم يمشيو في الشانطي مع الطوموبيلات الا كانت شي بلاصة مخصصة للسكوتر الكهربائي والدراجة الهوائية. فداكشي اللي كنت كندير، مرة كنطلع للطريطوار مرة كنهبط للشانطي على حسب كيفاش الحالة دايرة هذيك الساعة. ودزت بطبيعة الحال على البحر اللي كاين تما، وتبارك الله قادوا الطريق مزيان ووسعوها وتارون بوان هو داكشي منظم سلس لواحد الدرجه ما تخيلوش. ومورا مشيت حتى اخر نقطه كاينه في مدينه الهروره، تما درت الرون بوان ودرت دوميتور ورجعت، حيت السكوتر الكهربائي بقى فيه جوج شرطات ونص. نورمالمون هو فيه 5 ديال الشرطات إلا كانت البطارية عامرة، بقاو ليا جوج شرطات ونص، جوج شرطات ونص كيبقى كلينوطي معني ترى وصلت حتى للنص ديالو. فقررت ندير الدوميتور ونرجع لعل وعسى أنني نوصل للدار ما نصدقش أي واحد ولا حاصل في شي بلاصة في مدينة الرباط. ما فيا ما نبقى ندفع السكوتر الكهربائي من الرباط ونجارو تلسلا، حيت طحت بزاف المرات في هذا الموقف وهو موقف جد متعب، وبالخصوص لكن شي في وسط النهار وما هز معاك حتى شي حاجه، لا قرعه الماء ولا فلوس لا حتى شي حاجه. فاكبر تصيده هي هذيك، فعليها قلت مع راسي ندير الدوميتور ونرجع. وانا غادي وانا كنلاحظ ان الطريق ديال الرجوع ماشي بحال الطريق ديال الذهاب ديال فجيج. الطريق ديال الرجوع فيها واحد العقبات خفيفه، ما غاديش نلاحظوهم فاش تكونوا جايين، ولكن فاش كتكونوا راجعين كنلاحظوا باللي راه كاينه واحد العقبات خفيفه. حيت مدينه الرباط مدينه مرتفعه شي شويه، غير ما بين الرباط وسلا كيبان لك رباط طالعه وخاصك في القنطره تطلع عاد توصل الرباط، وفاش تبغي تمشي سلا خاصك تهبط. كذلك مع مدينه الهروره، فمدينه الرباط كاين واحد طلعه خفيفه الا بغيتي تجي من الهروره الرباط، والعكس كاين واحد الهبطه خفيفه الا بغيتي تجي من الرباط الهروار. فهذيك الهبطه الخفيفه وديك الطلعه الخفيفه في الرجوع استنزفات ليا شي شويه البطاريه بدات جالسه كتخوى ليا شي شويه فشي شويه بواحد الطريقه اللي هي سريعه اكثر من اللي فجيت. ما علينا، قلت مع راسي ندخل لمدينه الرباط الداخل، ما نرجعش في الطريق الساحليه كومبليتوم، ندخل في مدينه الرباط تما غادي تكون الطريق شي شويه مستويه. وانا غادي حتى الكاميرا ديال اللي كنصور بها سالات لها الباتري ديالها تبارك الله سالات لها الباتري، ولكن الحمد لله كنت في التليفون داير لابليكاسيون ديال الجي بي اس لي او ميم طون انا غادي راه كنصور الطريق والتليفون راه كيسجل ليا الجي بي اس شحال السرعه كنضرب وكيسجل ليا في الخريطه فين وصلت وفين غادي باش تكون هاد التجربه مسجله وموثقه زعما علميا 100%، ماشي غير هضره بدون اي دليل. فدخلت داخل ديال مدينه الرباط وكملت بالسكوتر الكهربائي ديالي مرورا من مدينه العرفان ثم الى منطقه القامره القريبه بطبيعه الحال من الحي ديال الاكداد والسويسي الى اخره، واذا بالباتري ديال السكوتر الكهربائي صافي سالات ودعات حبسات ما بقاتش باغا تزيد. فاش كتساليك الباتري كتبقى الشرطه وحده ديال البطاريه كتلون باللون الاحمر وكتبقى تكلينيوطي وما كيبغيش يزيد صافي ما تيبغيش يزيد السكوتر الكهربائي. فتصيد
فالطريق مازال عندي انا طويله، خاصني نوصل حتى لمدينه سهله. وانا ديك الساعه يلا جيت اكدال السويسي، فراه ما تصوروش الاحساس كيفاش كان ديك الساعه، وسيختو شحفان من الوحده وانا كنضرب. وديك الساعه كانت وصلت شي 4 ديال العشيه حيت الطريق طويله، وكنت كنوقف باش نصور الى اخره. فراه طلع لي واحد الدم خيالي، ولكن الحمد لله الجانب المشرق احسن حاجه هو انه كملنا المهمه بنجاح. فكما كتشوفوا في الخريطه اللي قدامنا، كملت 35 كيلومتر تقريبا من الاصل 45، دونك معني تنجحنا في المهمه، تجاوزنا الحاجز الاولاني ديال 22 كيلومتر اللي كنت طلبته في التجربه الاولى. 35 ناقص 22 هي 13 كيلومتر زايده على التجربه الاولانيه، واللي هي 10 كيلومترات ما بينه وبين الاصل اللي كتقولوا شركه شاومي، اللي نقدروا نتقبلوا انه ما ضربش شي 45. علاش؟ حيت كاين طلوع الهبوط، هذه حاجه عاديه. 135 ف الحمد لله فهمت دابا المعلومات، فهمت القالب اللي كان طرا في الاول انني ما قدرتش نوصل ليه. وهذه نصيحه لكم حتى نتوما، اذا بغيتوا تضربوا مسافه طويله بالسكوتر الكهربائي فحاولوا تنقصوا من السرعه، ما تمشيوش بالموت سبور ب 25 كيلومتر، سيروا غير ب 15 كيلومتر اللي كنتو باغي تضربوا مسافه طويله. كنتو بغيتو تضربوا مسافه قصيره هذيك الساعه سيروا باش ما بغيتو، راه المسافه قصيره غادي غادي ترجعوا وغادي تمشيو وما كاين حتى شي مشكل. فالحمد لله انا جيت فرح اننا كملنا هذه التجربه بنجاح، وصلنا 35 كيلومتر اللي هي مسافه واخا بالسكوتر الكهربائي فركه تاعيه كتعيه بهذيك الوقوف، وواقف فواحد البوزيسيون فيكس، وعاد الاهتزازات ديال الطريق الى اخره، والحراره والشمس راه بزاف. مي الحمد لله كملناها، وتبارك الله وصلنا بالسكوتر الكهربائي، فتا هو قدر يصبر معنا. وكنتمنى ان التجربه تكون نالت الاعجاب ديالكم، الا عندكم شي اقتراحات لتجارب اخرى ما تنساوش تخليهم في التعليق، فكنقرا وكنجاوب على جميع التعليق والحمد لله. وبقدر الامكان كنحاول نطبق جميع الاقتراحات اللي كيقترحوا عليا الناس في التعليق. فما تنساوش تابوناو باش تدعموا القناه وتخلي واحد اللايك، ولا بغيتوا تطرحوا الاسئله فمرحبا بكم. ما تنساوش تابوناو في انستغرام حتى هو، وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي مهتمين بالسكوتر الكهربائي، سواء اللي عندهم سكوتر الكهربائي سواء اللي كيفكروا انهم يشريوه باش انهم يستافدوا. ففي قناه جو تايم كما تعودنا كندير لكم شرح براتيك ديال السكوتر الكهربائي، كيفاش كتعامل معاه في الطريق، شنو السلبيات وشنو الايجابيات، او جميع الحوايج اللي تقدروا تبغيو تعرفوا على السكوتر الكهربائي شاومي بروتو. فما تنساوش تبارطاجيو في فيسبوك في واتساب مع الناس اللي باغين يشريو، مع الناس اللي ديجا عندهم باغين يزيدو يتعلمو باش ما يتصيدوش الشعار الناس تهلك بلا ما تهلك. وشكرا لكم بزاف، والصلاة والسلام على رسول الله، وإلى فيديو قادم بحول الله. Take me there, I wanna go there, you know where. Yeah, yeah, take me there, I wanna go there, you know where. Yeah, I go follow you till the day I'm gone.